بص يا محمد، انت عارف برضو النادي الاهلي رجع من بطوله، من واخد تالت عالم برونزيه اعتقد، ومع جزء من اللعيبه كانوا مع منتخب مصر. يعني خلي بالك لو جينا رجعنا ورا شويه هتلاقي منتخب مصر اجهاد بطوله كاس العالم للانديه، دخلوا في مرحله اجهاد اللي هو يخش بطوله اللي هو بطوله الابطال ويلعب الهلال ويطلع من دوله لدوله ومن طقس لطقس. خلي بالك الامور دي كلها الناس ما بتبقاش واخده بالها منها. لا، تغيير الطقوس ده برضو مهم جدا. انت من الامارات تقوم ودين السودان، اعتقد الامور بتبقى صعبه واللاعب بيبقى ما بيريحش وطلع من هنا على هنا على طول. فاعتقد التعادل الناس كلها كانت طمعانه طبعا، والاهلاويه واحنا كاهلاويه كنا طمعانين النادي الاهلي يكسب الهلال. لكن البدايه بعد حصولنا على البرونزيه اعتقد اللي هو اللي انت تاخد نقطه بره ملعبك ايا كان انا بلاعب مين، دي نقطه في البدايه دي كويسه. واعتقد النادي الاهلي بيعرف يعني ازاي يجمع نقاط وازاي يوصل للهدف بتاعه، حتى لو في اخر ماتشين هو محتاجهم بيعرف يكسبهم. دي ميزه لعيبه النادي الاهلي، مش بقول والله تقليل، لا يعني احنا بنتعلم من بعض، بنشوف ايه كويس من الاهلي والزمالك ولازم ياخدوا من بعض ويبدلوا من بعض. فالنادي الاهلي دي الاصرار والعزيمه والروح، ولو هو بيلعب باسم النادي الاهلي وباسم مصر ده حاجه بتشرفنا، وزي نادي الزمالك ونادي المصري وبيراميدز والانديه دي كلها. بس اعتقد النادي لعيبه النادي الاهلي التعادل بالنسبه لهم، انا شايف وجهه نظر التعادل ايجابي والتعادل كويس جدا. والماتشات اللي جايه اعتقد الامور هتختلف تماما مع النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي. طيب كابتن ياسر، خليني اسال حضرتك عفوا، خليني اسالك على كم البطولات دلوقتي اللي بيشارك فيها مثلا النادي الاهلي من حيث بطوله الدوري، الكاس كنا لسه بنتابع القرعه بتاعته امبارح، قبلهم كان في كاس الرابطه مع دوري ابطال افريقيا، انتهت كاس العالم للانديه بالحصول على البرونزيه، كم البطولات عدده كبير جدا جدا. ازاي المفروض يكون موسيماني في التوقيت الحالي بيدير سياسه تدوير اللاعبين علشان يكون بيحصل على البطولات وفي نفس الوقت بيحافظ على سلامه اللاعبين من الاجهاد ويكون بيوزعهم بشكل جيد على البطولات؟ بص يا مرهان، النادي الاهلي فيه ميزه كويسه جدا، اي مدير فني بيجي يمسك النادي الاهلي اللي كل اللعيبه اللي موجوده الاساسه والاحتياط واللعيبه اللي بتبقى من الناشئين طالعه او احنا بنجيب لعيب من نادي تاني كلها المنظومه تلاقيها قريبه من بعض. فعشان كده المدير الفني اللي بقى ماسك النادي الاهلي بقى محظوظ، محظوظ جدا. ليه؟ كل لعيب بيبقى عايز يثبت وجوده من مباراه لمباراه ومن بطوله لبطوله. وميزه كمان لعيبه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي اللي بتعرف بتفصل بين البطوله والبطوله، وكل ده بيبقى في صالح المدير الفني. يعني انت لو جيت النهارده المدير الفني يلعب مجموعه من الشباب في اي بطوله تلاقي اللاعب بياكل النجيله زي بلغه الكوره وعايز يثبت وجوده، اللي انا ابقى موجود في الدرجه الاولى، حاجات كتير جدا، عوامل او دوافع كتير بتخليه يبقى عايز يبقى متواجد. هتيجي تبص تلاقي اللي في نص الملعب ان كان السلاوي ولا حمدي فتحي ولا اي لعيب عايز يمسك في مركزه ما يسيبوش، عشان هو عارف اللي فيه بدائل ممكن تبقى موجوده في ناحيه اليمين الشمال. محمد هاني لما رجع وكان اكرم توفيق اللي بيلعب، تحس ان محمد هاني ناشئ ولسه بيثبت وجوده. هتلاقي كل ده محمد عبد المنعم لما جه النادي الاهلي عارف اللي فيه فرق بين لعيب بين النادي الاهلي وبين الانديه الاخرى، علشان النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول. النادي الاهلي لو خد مركز ثاني يبقى ما خدش بطوله، ودي مش مشكله بتقابل النادي، دي متعه كره القدم اللي فيه لعيب بيبقى عنده هدف معين. فلعيبه النادي الاهلي عارفه الهدف اللي النادي الاهلي عايزه، عشان كده كل ده بيصب في صالح مين؟ المدير الفني. عشان كده المدير الفني عنده قاعده كبيره من اللعيبه موجوده في المراكز كلها، يعني مشيناه وربنا يشفيه وعافيه الصاب، لا علي لطفي، علي لطفي مش موجود هتلاقي شوبير، يعني انت هتلاقي المراكز، هتلاقي بكرات اكرم مش موجود تلاقي محمد هاني، هتلاقي انا مش عايز يعني اكمم اللعيبه المركز الثلاثه اللي قدام. احنا عندنا اكبر قاعده هجوميه اعتقد في مصر كلها هي في النادي الاهلي، المراكز اللي هي الاماميه. فاعتقد الامور بتتسهل على المدير الفني. بس في نقطه، المدير الفني لما النادي الاهلي بيتعادل مباراه وبيخسر مباراه هو عارف ان الضغوط اللي بتيجي عليه سواء من الجمهور او من الاعلام، علشان في ناس كتير قوي زي ما بتحب الانديه الاخرى بتحب النادي الاهلي. فاعتقد الامور دي بتبقى بتسهل على المدير الفني بشكل كبير قوي.